أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. نقل عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حديث نقلته وكالة الأنباء القطرية أن إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله، وأن بلاده تحتفظ بعلاقات قوية مع واشنطن وطهران في وقت واحد. وأوضح في حديثه أن ليس من المصلحة التصعيد مع إيران، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة، غير أن الدوحة نفت تلك التصريحات وقالت إن وكالة الأنباء الرسمية التابعة لها تم اختراقها من قبل جهة مجهولة. قررت بريطانيا نشر قوات من الجيش لحماية المواقع الحساسة والتجمعات الكبيرة عقب التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة مانشستر وأسفر عن قتل 22 شخص وإصابة 59 آخرين بجروح. وأعلنت رئيسة الوزراء تريزا ماي رفع حالة التأهب الأمني في البلاد إلى الدرجة القصوى، ما يعني احتمال وقوع هجمات إرهابية جديدة. أحكمت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على قرية بير حمد في ريف الرقة الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع أفراد داعش أدت إلى قتل العشرات من مسلحي التنظيم. وأكد مصدر في تلك القوات استمرار الاشتباكات في بلدة حمرة ناصر في ذات المحور بعد تحرير قوات سوريا لمساحات واسعة منها. أكدت وزارة الخارجية السعودية أن أمن واستقرار البحرين جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وجددت الرياض دعمها للإجراءات التي تتخذها المنامة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية في قرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار. أعلن ريال مدريد توصله لاتفاق مع نادي فلامينغو البرازيلي حول صفقة ضم الشاب البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور. وذكر الريال في بيانه عبر الإنترنت أنه اتفق مع النادي البرازيلي على شراء عقد للاعب وبقائه في فريقه الحالي على سبيل الإعارة إلى غاية شهر تموز يوليو 2019، وبإمكانه الانتقال للاعب مع الريال خلال أو بعد هذه المدة. ولم يذكر ريال مدريد التفاصيل المالية لصفقة اللاعب فينيسيوس الملقب بنيمار الجديد. الموجز إلى اللقاء.